سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه رائعه في التبييض، تبيض بسرعه، كتنقي البشره، كتحيد الاطراس ديال الشمس، كتحيد الاطراس ديال الصنداله، كتنقي الرجيلات والليديات. هاد الوصفه كتكون من الحامض والفرماج او الجبن المثلث والنشا الذره. كناخدو فرماج كنزيدو عليه الحامض كنزيدو معلقة ديال النشا معلقة صغيرة وكنخلطو جميع المكونات كنخلطوها نخلطوها مزيان كنعرفو ان النشا كتبيض الفرماج ده هو كيبيض البشرة والحامض معروف بالتبييض هاد الوصفة كنديروها في الليل ما كنديروهاش صباح او لا في العشية ما كنديروها في العشية الناس اللي عندهم شي مناسبه يديروها راه كتبيض بسرعه كندهنو على الوجه والعنق واليدين والرجلين وصفه رائعه في التبييض كنخليوها تقريبا 20 دقيقة حتى تتنشف ومن بعد كنغسلوها شكرا على التتبع ديالكم ونتلاقاو في فيديو جديد